نظم قسم هندسة الطب الحياتي في كلية الهندسة جامعة النهرين مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلبة المرحلة الخامسة بمشاركة 19 مشروعاً لاختيار 5 مشاريع من حيث الفكرة والتصميم وطريقة العمل والتسويق. اليوم عندنا حدث في قسم هندسة الطب الحياتي هي اختيار أفضل مشاريع تخرج، وهو هذا حدث سنوي للسنة الثانية. اختيار أفضل مشروع تخرج في قسم هندسة الطب الحياتي، 19 طالب يتنافسون يقدمون برزنتيشن لمدة دقيقة عن مشاريعهم ومشاريع تطبيقية. قسم الطب الحياتي هو قسم نتعامل مع مرضى ونتعامل مع حاجة المستشفيات، فأكيد التطبيقات اللي للطلاب بالمشاريع بصراحة تستاهل أنه نسلط الضوء عليها. تألفت المسابقة من مجموعة من اللجان التحكيمية، والتي مثلها مجموعة من أساتذة قسم هندسة الطب الحياتي من مختلف الجامعات العراقية. مشروع تخرجي بعنوان تصميم وبناء نموذج حنجرة صناعية. اليوم تم عقد مسابقة مشاريع تخرج هندسة الطب الحياتي في جامعة النهرين. طبعا لازم نعرف بالبداية أن صوت الإنسان فشي كلش أساسي، أقدر من خلاله أعبر عن رغباتي وأحاسيسي البشر الآخرين. بس بالبداية كان صعب اختيار المشروع لعدم وجود المواد، بس بعد الاتفاق ويا دكتورتي مشرفتي هي دكتورة رنا إبراهيم تم دراسة المواد ووصيتها من الانترنت. جت المواد ودرستها والحمد لله اشتغلت المواد وتم ربطها. بالنسبة للأساتذة الموجودين تم اقناعهم يعني ان الجهاز فعال بثلاث شغلات اساسيه. اولا ان الجهاز سعره كلش قليل وهو 138,000 دينار عراقي، والشغله الثانيه انه هو لا يحتاج اي تدخل جراحي ابدا، والشغله الثالثه انه هو مو نفس اجهزه الحنجره الصناعيه الاعتياديه اللي لازم ازم ايدي واشغله، لا هو بدون استخدام اليدي. مشروعي هو تحفيز كهربائي عبر الجلد يعالج الشقيقه. اني المشروع استلهمته لانه اني اعاني من الشقيقه، اضافه الى انه ثلث سكان العالم حسب الدراسات انهم يعانون من الشقيقة، وأعرف أنه شقد الشقيقة مؤلمة وشقد بأنه هي تخرب يوم البيشنت. فاقترحت يعني بحثت بالبداية على أنه المرض أنه إذا كان أكو أجهزة إله، شفت أنه أكو أجهزة مشابهة للجهاز، اقترحت المشروع على دكتورتي واتفقنا وعجبها المشروع، لأن يعني المشروع مبتكر وال يعني حتى انه كديزاين وكهاي انه ما كان انه مثلا موجود عليه، فالديزاين كله كان من عندي، السوفت وير من عندي، والحمد لله انه بالعكس انه كلش عجب القسم. هدفت المسابقة الى تشجيع الطلبة على تطوير مهاراتهم وامكانياتهم الابداعية والهندسية ورفد سوق العمل بما يحتاجه من مشاريع والعمل على توفيرها.